قناة الأستاذ نافوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مجموعة الوئام السلاوية التي داعى صيتها آنذاك ليصل إلى العالم العربي برمته، ليلتحق بعد مسيرة طويلة بمجموعة السهام الرائدة والذي يعد من أهم مكوناتها إلى حدود اليوم، ويبقى أكبر عنوان لفناننا الشامخ هو غيرته اللامحدودة واللامشروطة على الفن الغواني وعلى الحفاظ عليه كموروث ثقافي، حيث سيسجل التاريخ بمداد من ذهب أن له الفضل في تأسيس وتكوين وتقدير عدد من المجموعات الغوانية الشبابية، وذلك من خلال تنظيمه لأكبر مهرجان وطني غواني شبابي التي تغني حاليا الحقل الفني، والتي تساهم في التربية على الأذواق السليمة. إنه الإنسان الطيب والفنان المحبوب محمد بوضاد، رئيس جمعية أهل الثقافة والفن. نرحب جميعا بالفنان محمد بوضاد، عضو مجموعة السهام ورئيس جمعية أهل الثقافة والفن. إذا نصفق له بحرارة، فنان من العيار الثقيل يستحق أكثر من تكريم. إذا ننادي على الشاعر والمسرحي عبد الفتاح بوهو ليكرم الفنان محمد بوضاد عضو مجموعة السهام. عبد الفتاح بوهو المسرحي والشاعر. إذا هنيئا للفنان محمد بوضاد بهذا التكريم المستحق. إذا مرحبا بالشاعر والمسرحي عبد الفتاح بوهو. تذكار المهرجان للمكرم وضيف شرف الدورة الثالثة من المهرجان الوطني، من مهرجان شل الدولي للزجل، دورة رائد الزجل المغربي أحمد لمسيح، وضيف شرفه الفنان محمد بوضاد. شكرا للحضور البهي على هذا التفاعل. إذا كلمة بالمناسبة للمحتفى به محمد بوضاد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. عادة أنا الميكروفون صحاب، يعني مسألة جد بديهية، ولكن في هكذا مناسبات يصعب الأمر، تضيع الكلمات، يخون التعبير، فممكن نقول إلا سعيد جدا. سعيد أولا بتواجدي بين هذه القامات الأدبية والثقافية المغربية والعربية، اللي بالمناسبة كنجددلهم الترحاب أنتم في بلدكم الثاني، مرحبا وألف مرحبا. سعيد لجمعية أوركيدا التي عيشناها منذ الدورة الأولى والتي تصل اليوم إلى الدورة الثالثة، وربما كانت تكون أكثر لولا الظروف اللي فرضتها الجائحة، كنا نقول أكثر من الدورة الثالثة اليوم. وسعيد من أجل أيضا لأنها تشتغل على شيء مهم، ألا هو ضمان استمرارية الخلف في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي أو التراث المادي. وخير دليل هو الشباب اللي حضرنا اليوم البارح، سيدي بادر والأستاذ ديال نادي الورزازات وبنيتي أم هاني، فهي أم هاني هاي ضمن البشوشة. سعيد جمعية أوركيدا للعمل الجاد والنجاح المستمر والتميز أيضا، فألف شكر
لاهتمامكم بهذا الحدث وصراركم عليه. سعيد ايضا من خلالكم بتواجد الاخوان المساندين معالي السيد الوزير، مشكور جدا، كلماتك كانت يعني الى القلب مباشره. الف شكر، الف شكر. من خلالكم نحيي دوله ليبيا الشقيقه. وسعيد ايضا وهذه شيء مهمه، انني ضيف شرف هذه الدوره، والى جانب استاذي وصديقي العزيز، للاسف اليوم ما كانش معنا، سيدي احمد المسيح. فهذو القطط اللي قدرت نتفكر دابا اللي من اجلهم انا سعيد، وبتواجدكم طبعا. واخيرا ما يمكن نقول لكم الا نستحضر شي حاجه خفيفه. حباب الله سولوني على الحاله وناس الحال. قلت لهم البارح ضريره واليوم منوره بصيره، بدلوا السؤال بسؤال وسولوني يا ترى انت سجاد؟ قلت لهم لا، انا غير عشرت اوركيدا والسجاد عندو اللي حاضرين من هذا الشيء. شكرا. انا ما كيشدني جعفر، ما كيطلقني حتى كنت Oh.
نسافر بها في القرن الوسيط. شكرا للفنان الجميل سيدي محمد بوضات عضو مجموعة السهام الرائدة نصفي على بحرارة مرة أخرى لهذا الهرم هرم الأغنية المجموعاتية الغوارية.